وللحديث عن الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد وتداعياته في ظل الحصيلة المرتفعة من الضحايا، معنا من اسطنبول الصحفي والإعلامي العراقي حسين دلي. أهلا بك معنا سيد حسين. أهلا بكم. أهلا بك. يعني 88 وفاة و110 إصابات في مستشفى ابن الخطيب في بغداد نتيجة الحريق الذي اندلع فيه، برأيك بداية كيف ستبرر الحكومة ووزارة الصحة هذه المجزرة البشرية المروعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. أولا نعزي أهالي الضحايا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته في هذا الشهر الكريم المبارك. طبعا هذه فاجعة كبيرة، منذ فترة طويلة لم يشهد العراق مثل هذه الفاجعة، ولكنها متوقعة بسبب التردي والإهمال والفساد المتراكم منذ سنوات كثيرة وضعف إجراءات الحكومية، وأصبح البلد العراق بلدا بدون رقابة ولا محاسبة ولا مكاشفة، وبالتالي ليس هناك مسؤول يتحمل المسؤولية للأخطاء فضلا عن تكون كارثة بحجم ما حدث في مستشفى ابن الخطيب. ولانعدام هذه المسؤولية أصبح البلد يتهاوى ويتردى من كارثة إلى أخرى، من فاجعة إلى ثانية، بسبب هذا الإهمال المتراكم في كل أجهزة الدولة، من رئاسة الوزراء إلى الحكومة إلى الوزراء أنفسهم إلى المسؤولين إلى البرلمان نفسه العاجز الذي يتبع الأحزاب وقيادات هذا الأحزاب. وزارة الصحة خرجت بتبرير هو كما يقال عذر أقبح من الذنب، فنسبت المشكلة إلى وجود هترات، وهي يعني أجهزة تسخين تسببت انفجار اسطوانات الأكسجين، وتوالت الانفجارات بعدها لتحدث الكارثة باحتراق جناح مرضى كورونا. وكانت الكارثة وجود أعداد هائلة، لم تكن الفاجعة فقط على المرضى بل على من رافقهم. طبعا حدث الأرقام في الساعات الأخيرة تشير إلى أن العدد تجاوز 90 وربما يتجاوز 100 بسبب الإصابات البالغة للمرضى الذين وقعوا ضحية للاحتراق. نعم، أغلب الضحايا لم يكونوا بسبب انفجار بس نعم. سيد حسين، هذا الجناح سيد حسين، يعني هل تعتقد أن هذه الحادثة ستشكل أو ربما تشكل نقطة تحول في أداء الحكومة لاعتماد نهج جديد ربما في الإدارة وتخفيف الفساد؟ يعني أنا أتوقع أن تكون نقطة تحول عند الشعب العراقي. الفاعل الرئيسي اليوم الذي ينبغي عليه أن يقوم بتحشيد جديد وثورة تشرينية جديدة لإزاحة هذه الكتل التي والشرذمة التي تتربص بالعراق وتتربع على ثرواته وأمواله ووزاراته، ولا أعتقد أن الحكومة ستفعل شيئا حقيقيا بالنظر إلى سلسلة الأخطاء والفواجع التي شهدها العراق في الأشهر والسنتين الماضيتين، على وجه الخصوص منذ تولي عادل عبد المهدي والكوارث تنهال على العراقيين، ما حدث من مجازر وقتل وتردي حكومي. اليوم الإشكالية ليست فقط في مستشفى ابن الخطيب، هناك قطاع الكهرباء الذي أطل من جديد على العراقيين، هناك كوارث سياسية، الفساد والصفقات مستمرة. وبالتالي ما سمعناه في الساعة الأخيرة عن أن مصطفى الكاظمي سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة هي ذرة رماد في العيون، لأن الحقيقة والمشكلة تتجاوز حكومة الكاظمي بأكملها والأحزاب التي نصبت هذه الحكومة البائس المتردي النطيحة التي أكلت الأخضر واليابس خلال فترة وجيزة، وأصبح العراق بدون يعني سيد نعم عفوا للمقاطعة سيد حسين، يعني جرت العادة في مثل هذه الكوارث في بلدان مختلفة أن الوزير ومسؤولين آخرين يسارعون لتقديم استقالة ولا يكتفون يعني باستقالات أو بكبش فداء إن صح التعبير من الرؤوس الصغيرة، لماذا لم نرى مثل ذلك في العراق؟ لأن الوزراء أخي الكريم يتبعون أحزاب وكتل برلمانية وهي التي تحكم. رئيس الوزراء شخص ضعيف الإرادة، ضعيف الكاريزما، ليس له القدرة لاتخاذ قرارات كبيرة. ووزير الصحة على وجه الخصوص يتبع التيار الصدري، ونحن نعلم أن مقتدى الصدر هو عنصر نافذ في السياسة الحكومية في العراق. وللغريب
وبالمناسبة فإن مقتدى الصدر لم يغرد حتى الآن أي تغريدة تخص كارثة وفاجعة مستشفى ابن الخطيب، وهو الذي عودنا على تغريدات طويلة مملة تخص أشياء تافهة في الشأن العراقي، وهو دائما ما كان يصدع رؤوسنا ورؤوس العراقيين بالإصلاح والتغيير. فنرى أن أكثر الفساد هو في وزير يتبع هذا التيار الذي قبل أسبوع خرج باستعراض في شوارع بغداد متحدثا السيادة والحكومة. ولذلك فما جرى في الساعات الأخيرة عنصر يضاف إلى العناصر الكثيرة التي تؤكد أن الوضع في العراق متردي، فساد كبير مستشري. نعم، بالنسبة لها قدرة على إنفاذ أوامرها. بالنسبة للحريق سيد حسين، يعني الحريق الذي تسبب بهذه المجزرة البشرية، هل هو مرتبط بإهمال أو تقصير موظفين فنيين، أم هو مرتبط بآفة الفساد إجمالا في العراق؟ طبعا الحريق وقع في جناح جديد أنشئ قبل 3 أعوام، أنشأته العتبة الحسينية وسلمته إلى وزارة الصحة. لا نعرف كيف تم تسليم هذا الجناح بعد أن رأينا هذه الكارثة التي وقعت، وكل المصادر تتحدث عن فقدان هذا الجناح وهذا المستشفى لمنظومة استشعار تلقائي للحرائق، فضلا عن منظومة انذار مبكر، فضلا عن منظومة اطفاء ودفاع مدني تتولى اخماد حرائق صغيرة، فضلا عن اخماد حرائق بحجم ما حدث ليلة امس. كل المعنيين والشهادات التي خرجت تؤكد ان الدور الكبير في انقاذ من انقذ من الضحايا كان بفضل الأهالي المحيطين بمنطقة جسر ديالة حيث مقر المستشفى، وهؤلاء الأشخاص وفق الشهادات كانوا يتلثمون ويدخلون إلى غرف الإنعاش وغرف كورونا وحاولوا إنقاذ ما استطاعوا إنقاذه من المرضى، بينما الدفاع المدني تأخر ساعات حتى لوصل إلى مكان الحادث وكانت إمكاناته بسيطة، والمستشفى نفسها ليست فيها أي تجهيزات. كيف تلجأ وزارة الصحة ومديرية صحة بغداد والرصافة إلى وضع المرضى في هذا المستشفى وهو بهذه الإمكانات المتردية التي تؤشر على الإهمال الحكومي واللامبالاة بحياة مرضى كورونا؟ طبعا العراق أخي الكريم بهذه المناسبة هو البلد الأول عربيا الآن بنسبة إصابات كورونا والأعداد بتزايد كبير، هناك إهمال حكومي في إجراءات وقائية حقيقية وفرض إجراءات عقابية على الناس المخالفين. وهذا السيد حسين يعني الكاظمي وكما تعودنا عليه في مجازر سابقة أمر بإجراء تحقيق، ما الذي يجبر رئيس الحكومة على هذا الإجراء الذي حقيقة أصبح موضع تندر وتهكم وسخرية؟ طبعا أخي الكاظمي شخصية ضعيفة سياسيا وهو بلا إرادة، لأنه ليس لديه حزب قوي يدعم سياساته، وهو على المستوى الشخصي أثبت خلال هذا العام، طبعا الكاظمي تقلد المنصب قبل عام وأسبوعين، أثبت خلال هذا العام أنه شخصية ضعيفة، ليست لديه كاريزما، ليست لديه إرادة، ليست لديه سيطرة على الأجهزة الأمنية. الحشد الشعبي يتصرف بما يريد، الإهانات تنهال على هذا الشخص من شخصيات معروفة وليست مجهولة، ومع ذلك لم يفعل شيئا. المجازر التي وقعت خلال الأشهر الماضية في صلاح الدين وفي ديالة وفي حزام بغداد لم يفعل الكاظمي شيئا لها، لا هو ولا أجهزته الأمنية ولا جهاز مكافحة الإرهاب الذي يتغنى به الكثيرون. الميليشيات الولائية والفصائل المسلحة تتصرف فوق ما تريد، سرايا السلام البارحة تلاحق أحد قياديها في منطقة الديوانية يعني السامراء، منطقة ذراع دجلة، منطقة جوف الصخر، كثير من المناطق، كثير من المواقع في بغداد الآن منهارة أمنيا وليست هناك سيطرة الحكومة عليها، وتتصرف الفصائل المسلحة فوق ما تريد، ومع ذلك هناك إهمال واضح في المؤسسات والوزارات. شكرا جزيلا لك. إذا عبر سكايب كنت معنا من اسطنبول الصحفي والإعلامي العراقي حسين دلي، شكرا جزيلا لك.